الحياة بقى طبعا ياما الواحد بيشوف فيها وبيتعلم، وكل يوم تقريبا في حاجة جديدة بنتعلمها، من شغل، من مواقف مع أصحاب، مواقف في الحياة الزوجية. يا ترى إيه الموقف اللي حصل لك أو حصل لك ممكن يخلي الشخص يعيد ترتيب أولوياته تاني؟ إحنا قبل ما نتكلم مع بعض أنا وإيمان، تعالوا كده نروح نشوف رأي الناس في الشارع ونرجع تاني نشوف الآراء المختلفة. إيه اللي يخليك تبقى مختلف وتاخد رأي وقرار وترتب أولوياتك حسب المواقف الصعبة اللي بتعدي بيها؟ الموقف اللي حصل لك خلاك تعيد ترتيب أولوياتك في الحياة؟ السفر طبعا والغربة. لما سافرت حسيت ان انا لوحدي، كان ظروف مرض والحمد لله يعني تعافيت بعديها كده بحوالي 3 سنين، ما كنتش بعمل اي حاجة، وعيدت بقى ترتيب اولوياتي كلها من كل حاجة، شغل واصحاب وكل حاجة. العمل مثلا، انا كنت في السعودية وحصل هناك، حسيت ان انا عايز ارجع بلدي. الغربة هي اللي عملت كده، يعني هي اللي غيرت مفهومي للحياة اصلا. لما توفى ابويا خلاني اعيد حساباتي كامل في الحياة. الموقف اللي خلاني نعيد اوراق في ترتيب الحياة هما الاخطاء، من الاخطاء نتعلم، ولما تعلمناش من الاخطاء دحنا فاشلين. ساعة ما جاني السكر ابتدت الامور تتغير، حياتي تغيرت كلها، اكلي تغير كله. والله هو الفكرة مش موقف، يعني ساعات الواحد بيحط مثلا خطط وتاسكس ان هو يعملها، بس ساعات الدنيا ما بتبقاش افضل حاجه فما بتتنفسش. يعني ان انا يحصل لي حاجه تغير لي ترتيب الناس في حياتي، ان يحصل اللي اظنه صديق يكون هو العدو والعكس. الشغل برضك بيغير الحياه. كان ليا واحد صاحبي كنت بنصحه ان انا نعمل حاجه انا وهو سوا، قال لي ما تعملهاش. سبته شهرين، رجعت لقيته هو بيعملها، خلاني انا اتاخر عنه مسافه شهرين وخلاني انا ابطلها. مواقف كتيره يعني حصلت لي في حياتي برضو خلتني اعيد التحدي. يعني وثقت في ناس كتيرة وللاسف خلاني اكون حذر جدا في التعامل، ما بقتش زي الاول. ساعات الواحد لما بيكبر بيفقد حد من احبائه، زي ما قالوا في التقرير موت ابويا، واللي قال لما بتالم بتعلم من الالم، واللي قال لما جالي سكر. وازاي ان انت تخلي لما بيحصل لك مرض فجاه بشارة على اي حد، انت بتخلي صحتك على اولى اولوياتك. لسه ايمان كنت الصبح بتكلم مع صديقه ليا تقول لي انا الاولاد خلاص بيخلصوا جامعه وهيشتغلوا، قلت لها خلاص رتبي اولوياتك تاني، نفسي، صحتي، اكلي صحي. نبتدي بقى يعني لما بتخلصي المهمة الكبيرة والاستثمار في التعليم، انك انت تستثمري في صحتك اللي هي هتقدري بيها تكملي، اذا كان هيبقى عندك احفاد، اذا كان هيبقى عندك احفاد. يعني نبتدي بقى نشوف نفسنا، ولو ان واحدة صاحبتي بتقولي على اخر النهار بغير رأيي، صح؟ والله صاحبتك اللي انا عارفاها اسمها ايمان اللي قاعده على يمينك دي عارفاها. والله انا بصحى يا منى ارتب اولوياتي الصبح، بقى بتتنكش على اخر النهار، تتنكش يمكن على الظهر يا حبيبتي، بقى هو إيه؟ انا مش هعمل ابقى واخده موقف بقى وخلاص، ماليش دعوه، انتوا كبرتوا وتعتمدوا على نفسكم. اجيب بقى بالليل تعشيتي يا حبيبي، طب اعمل لك ايه تاكل؟ بالظبط، اللي هو نجري وراهم يعني اعمل لك ايه؟ ده بالنسبه للولاد وللحته اللي هنا دي. طب لكن اما نيجي نتكلم على مستوى الحياه، على راي ما قلتي في الاول، اللي عايش ياما يشوف يا منى. الواحد بساعات بيصطدم بموقف حصل له ازمه، وخصوصا في لحظات الفقد، في لحظات الكوارث، ومفيش حد مننا ما عداش بلحظه زي دي. عد اللي حواليك بقى، ولما تخلص ما تزودش عليهم ولا نفر، عشان ما ينفعش. في ناس بتبقى انت منتظر، مش فاهماها دي، يعني مثلا لما تحصل شده او ازمه او ضيقه او فقد حد عزيز، وتبقي منتظره من حد معين هو اول حد هيجي وهيتكلم وهيقف وهيسند ويلحق، توصل اختفى اتبخر، نزليه بقى فتحت في الليست خالص، وتخلي اولوياتك ايه؟ بطوحه بقى بطول ايدي خلاص من حياتي اصلا. مش هتخسر حد، بس خلاص بقى اعرف صاحبك وعلم عليه زي ما بيقولوا. خلاص حطيته في الحته اللي على قده. وبعدين في نقطه تانية، وتكسبي ايه؟ ايه اللي على الاولويات بقى؟ اولوياتي انا. مش انانيه على فكره، مش معنى انك تحبي نفسك انك انانيه، او تبتدي تشعري بقى بان مشاعر جلد الذات، وان انا ازاي بحب نفسي يا لا، لازم تحبي نفسك الاول عشان تعرفي تحبي الناس. يا جماعه اللي كاره نفسه مش قادر يتصالح مع نفسه ومش حابب نفسه
عمره ما يتصالح مع حد وعمره ما يحب حد. احترامك لذاتك بالزبط. وتقديرك لذاتك بينعكس على اللي قدامك، وبيحصل في رسائل الخفية اللي حواليكي. مثلا احنا كنا الاول نعمل ايه، انا فعلا بتعلم اليومين دول كده، كنا الاول انت واولاد بلانكو ايه، لا انا عندي بلان على فكره، مامي كانوا يقولوا لك ايه احنا عاملين بلان، فمعلش شوفي بقى اصحابك وكده. بعد كده انا عندي بلان، انا مخططه ان انا عندي اجازه مثلا او هطلع رحله مع اصحابي اللي في سني اتبسط، وانتوا رتبوا نفسكم على اني مش موجوده. بالظبط، عشان كمان بيبتدوا يعتمدوا على وحته العطاء. اي حاجه في الدنيا زايده عن حدها بتبقى خسائرها كتير. بمعنى انا لما اجي ادي يبقى عندي عطاء للي حواليا، ده حاجه جميله جدا مفيش كلام، بس العطاء الزياده عن الحد بيخلق قصادك انسان اناني من غير حد. طيب بس احنا اللي غلطنا من الاول في ده، يعني لو احنا مثلا خلينا طبعا مستنيين اراء حضراتكم على اولوياتنا تاني. شوفوا يعني على الصفحه عندنا من الاول يا ايمان، اتفاعلوا معانا يا جماعه، عايزين نسمع رايكم. زي ما انت قلتي احنا ساعات الامهات بتستعذب العطاء واللي هو دايره في فلك جوزها وعيالها طول النهار، لكن انا بشوف الاسر الجديده والشباب الصغيرين بتعمل ايه؟ حبيبي انت عندك اجازه مع اصحابك وانا عندي اصحاب اجازه مع اهلي مثلا، يعني يومين اطلع رحله وانا اطلع رحله ونوحش بعض، ويبقى انا دايما ليا بلان، ليا يوم بلعب في رياضه، ليوم بعمل فيه بشتغل حاجه بحبها او برسم، يعني خلي ليكي دايما منهج او بروجرام جوه الحياه عشان ما تنسيش نفسك وتيجي تقولي انا ضحيت طول العمر، لا انا هبقى انانيه. هي مش انانيه، احنا ممكن نقدر نعمل توازن في ده طول الوقت طبعا. وبعدين فكره انك تعملي حاجه، انت قاعده بتشتغلي حاجه بتحبيها وبتكتبي حاجه وبتقري كتاب، وحتى شريك حياتك قاعد معاكي بيعمل حاجه تانية هو بيحبها برضو، بس قاعدين مع بعض في نفس المكان، عارفه لما تحسي نفس حد حواليكي في المكان قاعده مطمنه، حاجه جميله. مش لازم احنا الاثنين نعمل نفس الحاجه، مش لازم نروح نفس المشوار، مش لازم ناكل نفس الحاجه. فهي الفكره انه شوفي انت بتحبي ايه وانت محتاجه ايه وانت عاوزه ايه، وحبي نفسك الاول علشان يبقى عندك قدره انك تحبي الناس اللي حواليكي وتحتويهم وتستوعبيهم. لكن لو انت اصلا عندك اشكاليه مع نفسك بينك وبين نفسك، لا هيبقى صعب قوي التواصل مع اللي حواليك. صعب، وللاسف احنا بنستنى لما نتعب. يعني الناس بتفوق امتى؟ لما يلاقي نفسه داخل المستشفى في جلطه او في ازمه او في ضغط عالي او الدم مش عارفه عنده ليه. لما بنستنى لما بتروح الصحه وبعدين ندور على حد يساعدنا على نفسنا، ممكن قوي يبقى ليكي لايف ستايل. انا مش بقول ريجيم على فكره، كل اللي نفسك فيه، انت مش هتمشي على الريد كاربت ولا هتروحي تعرضي ازياء، لكن بشكل عام يعني القاعده العريضه، لا الناس طبعا بتعيش حياتها الطبيعيه بتاكل اللي نفسها فيه، لكن فكره ان انا باخد طعامي كدواء، يعني كان دايما العلماء او الدكاتره يقول لك قبل ان تاخذ دوائك كالطعام، حاجه كده بما معناه يعني. يعني ان انا اخذ من كل حاجه ولون اكلي وامشي لي نص ساعه على قد ما اقدر، يعني اهتم بنفسي شويه، حبي نفسك شويه وانت حب نفسك شويه، يعني ولو ان الرجاله مش عايزين يتوصوا خلناش نفتح في الحكايه دي، مش عايزين يتوصوا بنفسهم، بيروحوا الجيم ويرجع يلاقي الاكل الصحي ويروح ويظبط نفسه طول وماله عاش، ايش معنى هو بقى يروح عاش، اعملي زيه ما فيهاش حاجه خالص. في تصالح، وفي ستات بتستعذب فكره انا اتنزلت انا ضحيت انا ولعت صوابع العشر شمع، انا ادت صوابع العشر شمع وما بيتمرش. يا ستي طب انت مستنيه انه يتمر وما يتمرش؟ انت بتعملي الحاجه دي عشان انت مستنيه مردود، مستنيه مقابل، مستنيه حد يقول لك شكرا؟ ما هو في انواع من العطاء ما ينفعش نبقى منتظرين من وراها حاجه. دي حاجه. الحاجه في الاخر هيقولوا لك يعني محدش طلب منك يا حبيبتي كده، محدش طلب منك بالظبط، ليه ما كنتيش بتعملي حاجه لنفسك؟ محدش طلب منك، فما تزوديهاش يعني عشان ما تزعليش.